وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون خلق الكائنات، وكان أساس الخلق هو الماء، والله خلق كل دابة من ماء، فلذلك كان هذا الماء هو عصب الحياة. الماء هو الذي يمكن للإنسان من خلاله أن يقيم هذه الحضارة، ومن خلاله يمكن أن يؤسس لنهضة كبيرة جدا. ومن هنا كان اهتمام الإسلام اهتماما كبيرا في الماء والمحافظة عليه. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، هذا الحديث الرائع، عندما قال ما من مسلم سقى مسلما على ظمأ إلا سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. ونحن عندما نتطلع إلى الكثير من الشعوب الإسلامية التي تسكن في شرق آسيا وفي أدغال إفريقيا وحالتها المزرية بسبب عدم قدرتها على الحصول على الماء العذب، لذلك فإن التصدق من أجل حفر بئر مياه أو من أجل مد خط مياه لإحياء قرية أو عائلة، هذا أجره لا يعلم به إلا الله. من هون أنا بدي أحث الجميع أنه يهتم بهذه العبادة، أجرها عظيم في كل كبد حرة، كل حي، كل دابة فيها أجر إذا سقيتها الماء.